عامل نقابة التعليم الثانوي يؤكد أن نسبة نجاح إضراب الأساتذة قد بلغت 95%. وقفة احتياجية لأصحاب المساحات الخاصة أمام السفارة الليبية بتونس. وزارة الصحة العمومية تطلق صيحة فزع بعد تزايد استقالات الأطباء. وفي أخبارنا العالمية، بنيامين نتنياهو يحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. نشرة الأخبار على قناة حنا بعل، مساء الخير. بلغت نسبة نجاح الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة للتعليم الثانوي 95% في جل ولايات الجمهورية التونسية، حسب ما أكده الكاتب العام للنقابة لسعد اليعقوبي اليوم خلال ندوة صحفية. إقبال جلاسي، مروان بن حميدة. أكد الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي أن نسب نجاح الإضراب في صفوف أساتذة التعليم الثانوي تراوحت بين 93 و95% في جل الولايات. نسبة النجاح هي تقريبا تراوحت، ما زلنا ما عندناش نسبة دقيقة، هي ما بين 93 إلى 95%، ونأمل أن تكون الرسالة وصلت إلى من يعنيه الأمر. نريد قرار سياسي حكيم للتفاعل الإيجابي والعميق مع مطالب المدرسين، لأن حالة التجاذب وحالة الاحتقان لا تخدم أحد. وأضاف لسعد اليعقوبي خلال ندوة صحفية للنقابة التأمت بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وسط حشد من الأساتذة والإعلاميين أن إقرار هذا الإضراب ليومي 22 و23 جانفي الجاري يأتي نتيجة غياب مصداقية التفاوض بين النقابة والوزارة على حد تعبيره، ومن أجل الترقية المهنية ومنحة مشقة المهنة والتخفيض في ساعات العمل. فشلنا في التوصل إلى حلول في كل تقريبا في جل النقاط الموجودة في اللائحة المهنية، رغم المرونة اللي هي تخفيض في ساعات العمل، اللي هي سن التقاعد برؤية المدرسين، اللي هي منحنا منحة مضاعفة المنحة الخاصة بالترقية المهنية، وأيضا منحة مشقة المهنة، اللي هي المعوضين، اللي هي معناها الحديث العميق حول إعادة النظر في السياسة التربوية وتسقيف هذا معناها تسقيف هذا الحوار حتى لا يكون حوار الطرشين. على إثر الفشل الجزئي للمفاوضات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة مع نقابة التعليم الثانوي حول مطالبهم المهنية والمادية، أصرت النقابة على أن تنفذ الإضراب العام اليوم بأغلب المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. مزيدا من التفاصيل مع هذا التقرير لشيراز النيلي ومراد ترابلسي. اصطفت المقاعد ولم يصطف التلاميذ، حيث شكل الاختلاف بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة الإشراف عقبة كأداء تسببت في خلو مقاعد الدراسة من مرتديها على إثر تنفيذ النقابة اليوم إضرابا عاما بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والذي سيتواصل إلى الغد. لم يكن هنالك اتفاق على جملة الطلب، يعني الطلبات اللي قدمت بها النقابة العامة، وإذا من حق الأساتذة أن حقهم الدستوري وحقهم يعني في الإضراب، وتم تنفيذ الإضراب يعني كما هو الحال تقريبا في جل الإعداديات أو الثانويات داخل الجمهورية. رغم ما صدر عن الوزارة باستجابتها لبعض النقاط الموجودة باللائحة المهنية، إلا أن النقابة اعتبرتها استجابة شحيحة، وخاصة فيما يتعلق بإدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، مما يستوجب تخصيص منحة إضافية. احنا مهنة الأستاذ من أتعب المهن في تونس وفي العالم الكل، ونحس اللي مانيش ماخذين حقنا قد تعبنا، فهمت؟ وهذه الكل معناها برش حاجات بدلت في تونس إلا هالتعليم الثانوي والتعليم بصفة عامة، الابتدائي والثانوي ما تبدل فيهم حتى شيء. تبع أنا كي صحابي الكل منش موافقين على الإضراب هذا، أما أنا متأكدة لأساتذة الصادقية مش خليونا كيكا، ومتأكدة لهم مش يعوضونا إن شاء الله. ينفضوا هم الإضراب اليوم، فهمتني؟ وبتبيع مش كان أنا خاسر، الناس كل خاسرة معناتها، ويخلصوا كل شيء ويحبوا يزيدوا شهرية. برسك شطر لي سي جي، أما البروفيت ما جاوش. والضربة ذي عملوا حكاية فارغة، ما فهمتش علاش. يقولوا لك دروس انا باش نعاودوها، ما يعاودوش راهم دروسنا. يقول لك نعاود اعطيه كان قرا وتيت. فهمتي؟ يعطوه المعدل ويعطوه كذا، ما قراش وتيت ما يعني فهمت التلميذ ضايع. في بلد راهن على الثروة البشرية لا على الثروة الطبيعية، يبقى مصير ابنائنا في شد وجذب بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية.
تعرض رئيس مدير عام إذاعة صبرا أف أم بالقيروان رفقة الطاقم الصحفي إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي، نقل على إثره إلى المستشفى. وبشأن هذه الحادثة أصدرت النقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية بيانا مددت فيه بشدة هذه الممارسات، وفيما يلي نص هذا البيان. في بيان صادر عن النقابة التونسية لمدير المؤسسات الإعلامية جاء فيها ما يلي: على إثر اجتماعها الطارئ المنعقد للنظر في الاعتداء على العاملين بإذاعة صبرا أف أم بالقيروان، فإن الهيئة التنفيذية لمدير المؤسسات الإعلامية تذكر بما أدى إليه تجاهل الأوضاع المادية للمؤسسات الإعلامية من شلل وركود وصعوبات مالية، وتؤكد أن الوضعية المتردية راجعة إلى عدم اتخاذ أي مبادرة أو إجراء ينقذ تلك المؤسسات وخاصة الجهوية المحتفة بعد 14 جانفي 2011 من جانب الحكومة. وتستغرب موقف الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاه ما تقوم به لجان حماية الثورة التي أصبحت تستعمل جميع أشكال العنف تجاه الإعلاميين والصحفيين وأصحاب المؤسسات الإعلامية، آخرها ما تعرض له السيد عمر النجازي رئيس مدير عام إذاعة صبرا أف أم صحبة طاقم صحفي يوم 21 جانفي 2013 بمدينة القيروان من شتى أنواع العنف اللفظي والمادي. ترتب عنه نقل السيد عمر النجازي إلى المستشفى وتهشيم آلة التصوير، نتيجة لذلك وفي ظل ما تشهده المؤسسات الإعلامية اليوم من صعوبات وعراقيل مترتبة عن التوجهات الحكومية والسياسية المتوخة تجاه الإعلاميين والإعلام، فإن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لمدير المؤسسات الإعلامية يشيب بكل قوة ما قامت به لجان حماية الثورة بالقيروان من عنف مباشر وممنهج تجاه مدير إذاعة صبرا أف أم والصحفي المصور أثناء قيامهما بمهمتهما الإعلامية، وذلك في محاولة منها للسيطرة على المؤسسات الإعلامية وإخضاع العمل الصحفي. كما تجلب ما تعرض له الصحفيان زياد الهادي وناجي البغوري من اعتداء من قبل أطراف محسوبة على رجال حماية الثورة أثناء الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، إضافة إلى تضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية المحتفة بعد 14 جانفي 2011 وتهديدها بقطع البث من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي إذا لم يتم تسديد المبالغ المادية المتخلدة بذمتها بالرغم مما تعانيه من صعوبة. إنذاء رئيس النقابة أمان مزابي. لمزيدا من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ عمر النجازي مدير عام صبرا أف أم بالقيروان. مساء الخير سيدي. مساء النور ومساء الخير. حمدا على السلامة. بدءا كان أستاذ عمر تسرد لنا الواقع، يعني ما الذي حصل بالضبط؟ كيف تم الاعتداء عليكم؟ في أي ظروف؟ هي بعجالة يعني جانا أخبار كونه فما يعني شغب في المنصورة بالقيروان، تنقلت أنا وصحفي إلى المكان. ما رأنا إلا لقينا حماية الثورة، معناتها استقبلنا واحد من حماية الثورة ونعتنا بأبشع النعوت إعلام العار إلى آخره من الأشياء. توخرنا التالي، ما رأنا إلا ناس أخرين من حماية الثورة تلموا بنا وقالوا وقعد يبص في ما يجري، معناتها الصحفي بتاعك يبص مباشرة فيما يجري معناته من احداث، وهذا غير صحيح رغم الاحداث واضحه قدامنا. بعدين يعني الصغار اللي موجودين دايرين بهم هما عملوا بروباغندا لنا لك الصغيرات هذوما، جروا في جرتي انا، ضربوني بوني على وجهي، ضربوني على جنبي، ضربوني في على ركبتي، وحتى المرايات نتاعي حتى نسيت تهامي في احد المقاهي القريبة وتخبيت غادي. مشكور الأمن، بعدين جاء تكلمنا الأمن جاء ورجعوني يعني المقر الإذاعة متاعي. هذا كل كين نعم. أستاذ عمر تتهمون صراحة يعني نيجان أو رابطات حماية الثورة، يعني أنتم متأكدون فعلا أن يعني هؤلاء الشباب ينتمون إلى هذه الرابطات؟ يعني كيفاش تأكدتم من أنهم هم نفسهم يعني مو شباب آخر من الدحلاء من المنحرفين أصلا؟ هي انا لا اتهم اتهام كبير رابطات الثوره بقدر ما ان اتهمهم بانهم حرضوا الابناء الصغار هذوكما اللي جاوا من عديد الاماكن، ولولا تحريضهم ولولا استفزازهم ولولا معناتها كلامهم البذيء جماعه حمايه الثوره ما كان الابناء هذوكما والوليدات هذوكما يجوا. حمايه نتاع الثوره هي تحمي الحقوق، تحمي الواجبات، تحمي اي الصحفيين الى اخره، لا باش تفز الصحفيين قدام
يعني لشبابك المتعطش للثورة ومتعطش للخراب ومتعطش للعديد من الأشياء. طيب استاذي، يعني كانت هناك يعني سوابق لهذا التعنيف وانتم في القيروان تعرضوا لكم مقبل، يعني هل هجمتم، هل منعتم من اداء مهامكم الاعلاميه في تغطيه ما يحصل بالولايه؟ وقع ذاك هذاك نوع ثاني، هذاك نوع ثاني من الاتحاد العام في الشغل، يعني الامين العام الكاتب العام بتاع القيروان منع الصحفيين بتعلى ان هي الواحد الجلسه السريه، لكن نسي في لحظه ما ان السيد الوالي هو اللي يترأس الهيئه الجلسه، نورمالمون الوالي هو اللي يخرج مش الكاتب العام بتاع هذيك نوع اخر. ثم انا حمايه الثوره بعثت لي فاكس في وقت ما معناتها تهدد تقول نحن سنقاطع صبر هفام لانها استدعت يعني واحد من حزب نداء تونس. نعم. ونحن ضد حزب نداء تونس، ونحن كنداء لا يبقى نداء تونس ولا أي حزب من الأحزاب. طيب آخر سؤال بإيجاز أستاذ عمر، ما هي تداعيات ما حصل لكم؟ تداعيات كون ساعة نحن ضريت في اللي عندي في بلد معناتها وقع لي سلك الرجاء، ثم التداعيات الثانية كونه اليوم يعني الصحفيين الموجودين في الاذاعه خذوا يوم كامل بدون يعني نشاط. تداعيات كذلك ان احنا قدمنا يعني قضيه في الميدان وفينا سيرتيفيكا ميديكال. نحن مش نواصلوا النداء، مش نواصلوا يعني طلب القضاء باش يخدمنا حقنا، ونعرف القضاء ان شاء الله يكون مستقل. ونحن وانا نشكر من خلالكم كل الناس الوسائل السمعيه البصريه اللي دعمت لدعمة إذاعة صبرا في هذه المحنة. نعم، شكرا لكم أستاذ عمر نجازي مدير عام صبرا اف ام بالقيروان، شكرا جزيلا. من جهة أخرى، دعا الاتحاد التونسي للشغالين الشبان خلال الملتقى الوطني الذي نظمه صباح اليوم حول ملف المعطلين عن العمل، دعا الرؤساء الثلاثة وزير التشغيل الذين تخلفوا عن حضور المؤتمر إلى ضرورة دعم مبادرته والمتمثلة في بعث صندوق اجتماعي للمعطلين. سهير جعفر ملك بن عبيد. تعمل السلطات في حل معضلة البطالة. اقترح الاتحاد التونسي للشغالين الشبان بعث صندوق اجتماعي للمعطلين يضمن لهم منحة شهرية، قال انها من انجع الحلول الاستعجالية لعمل هذه المعضلة. الحل هو في الصندوق هذا، صندوق المعطلين، نخصمه يقع خصم معناتها 300 مليم لكل معناتها اللي هو معناتها يعمل سواء كان ذلك في العموم في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، نخصمه له 300 مليم، طبعا 300 مليم ثم 4 ملايين يخدموا في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، يوليو مليار ونص مليار ونص مليار ونص هذوما نعطيهم كمنحة لكل المعطلين. هذه المبادرة التي استحسنها بعض الساسة من شأنها أن تعيد الأمل في شباب الثورة لتحقيق الأهداف التي انتفضوا لأجلها حسب رئيسة الحركة الديمقراطية للبناء والإصلاح. ويزم تعرف البلاد أنها 200 ل 400 دينار، احنا اقترحنا 400 دينار، ال 400 دينار هذه هي بيدها مش تقوم في دور المعنية الاقتصادية، ماهوش هو مش يحطها في مكتوب ويسكر عليه. المعطلون من جهتهم اعتبروا الملتقى دون آمالهم، منددين بحضور رجل الأعمال شفيق جراية الذي قبلت مقترحاته الداعية لدعم رجال الأعمال لاستقطاب المعطلين بالرفض. كيفاش تعمل لي أنت تو مشروع وتاخذ أنت راد باش تخدمني اليوم؟ ماكش تخدمني بعد 4 سنين. عشت انا بعد 4 سنين مريت حتى شيء الملتقى. اولا الرؤساء ما جاوش، انا جيت على اساس باش نقدم ظروفي الاجتماعيه باش يشوفوا لي حل مستعجل، مش على اساس باش يحكيوا لي على حلول راهو على ما وقتاش. يبدو ان الملتقى الذي كرم بعض الوجوه السياسيه في محاوله لدعمه في حل مشكل البطاله ولم شملهم حول هذه المبادره فرق في المقابل اصحاب الشان من معطلين في علاقتهم بالاتحاد. 70 مليون دينار هو مبلغ مستحقات المصحات التونسية الخاصة التي تكفلت بعلاج جرحى الثورة الليبية والتي لم تسدد إلى حد الآن، مما جعل أصحاب هذه المؤسسات ينفذون وقفة احتجاجية اليوم أمام السفارة الليبية بتونس. شيراز النيلي، مراد طرابلسي. نفذ أصحاب المساحات الخاصة اليوم وقفة احتجاجية أمام السفارة الليبية لتحسيس السلطة الليبية بضرورة استخلاص مستحقاتهم على إثر تقديم خدماتهم لجرحى الثورة. إخوان الليبيين صعب كل تلقائية، هم أخواتنا وجرحى ثورة ما نجموش نخليهم ما يتعالجوش. أولا
ثانيا كان نجم نقول لك 99% تاع المرضى هذوما والجرحى هذوما جاونا بتفويض امام السفاره الليبيه والا من الاليه الماليه المؤقته اللي خلقتها وقتها الامم المتحده باش تاخو ان شارج معناتها المرضى الجرحى الثوره. معناتها عندنا مستندات اللي يخونونا باش نداويو المرضى هذوما. وهي مصحات اصبحت على عتبه الافلاس حيث بلغت هذه المستحقات 70 مليون دينار. طلبنا خلاص مستحقاتنا اللي تفوق 70 مليون دينار اللي متخلدة على علاج الجرحى والمرضى الليبيين أثناء الثورة وما بعد الثورة. وهذوما 32 من صحة موزعة بين تونس وصفاقس وسوسة نابل وجربة وقبس 32 من صحة تقريبا والمقادير تتراوح بين مليون دينار حتى 8 مليون دينار تقريبا كل مصحة. يبدو أن ضرورة التضامن والتعاون بين الشعوب المغاربية قد أصبح اليوم أكثر إلحاحا، فاللحظة التي نعيشها الآن هي لحظة توافق وائتلاف وليست لحظة خلاف. وفي خبر آخر، أكد نبيل بن صالح المدير العام بوزارة الصحة العمومية أن وزير الصحة قد رفض مئات الاستقالات من أطباء بمستشفيات عمومية كانوا قد تقدموا بها جراء عنف يتعرضون له. إقبال جلاسي مروان بن حميدة. أطلقت وزارة الصحة العمومية صباح اليوم خلال اللقاء الإعلامي الدوري الذي تنظمه خلية الاتصال برئاسة الحكومة صيحة فزع من أجل إعادة الثقة إلى المستشفيات العمومية والإطار الطبي العامل بها بعد أن تقدم المئة منهم باستقالاتهم جراء الضغوط المسلطة عليهم والعنف الذي يتعرضون له. تقريبا 200 طبيب طالبين الاستقالة لأنه ما عادش ينجموا يعيشوا الأمبيونس اللي موجودة في المستشفيات اللي ولت كلها عياط وزياط وضرب أحيانا، وهذا كل يخلي الطاقم الطبي وشبه الطبي ماهوش في حالة متاع راحة بالي اللي نجم يخدم خدمته ويقدم أحسن الخدمات للمريض توجه للمواطنين بصفة عامة المستعملين المستشفيات. اللي نطلبوا منهم التفاهم في عديد الحالات، وحتى إذا كان ما لقاوش شكون يسمحهم معناها ايميدياتمون يصبروا شويه توا مثلا الطبيب كيف يكمل خدمته ينجم يسمحهم او الناظر او غيره فهمت باش يفسر لهم الوضعيه وينقص هالتشنج هذايا. من جهته استعرض مصطفى اليحيوي المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل التوصيات التي انبثقت عن الندوة الدولية الأخيرة التي نظمتها وزارة العدل حول واقع وآفاق السجون التونسية، موضحا أن تقريرها النهائي لم يجهز بعد. وفي سياق آخر، عبر أصحاب الشهائد العليا المتربصين بالعمل المدني التطوعي عن استيائهم من المنشور الصادر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل المتعلق بإلغاء العمل تحت هذه النوعية من الآليات، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر الوزارة الأولى. درسة فجبالي مجد القرقني. النقابة الأساسية لجمعية العمل التنموي بالمنستير وسوسة وصفاقس وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى، وذلك على خلفية المنشور الصادر عن وزارة التكوين المهني والتشغيل بتاريخ 11 من جانفي الجاري. احنا طالبنا بتسوية الوضعية، هبطونا منشور يقصوا فيه الخدمة المدنية التطوعية، يعني الآلية هذه تقصد جملة، حتى على جماعة احنا عاملين عام، فمش كنا عاملين عام. قصوا عليهم، احنا ما احناش مسلمين، مش نعطيو فرصة للحكومة فماشي ما تسوي وضعية، ما كانش احنا ما احناش مسلمين، الاعتصامات نتاعنا في المندوبيات في كل واحد في ولايته مش مشطوفة، وقفتنا الاحتجاجية قدام الوزارات ماهيش مشطوفة، ما احناش مش نقصوا النظام نتاعنا إلا في حالة واحدة، تسمعنا الحكومة تتفاهم وضعيتنا. المحتجون عبروا عن استيائهم من القرارات التي اتخذتها الوزارة وطالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية صلب الجمعية. مطالب نتاعنا مطالب المتهمين وضع البلاد صعيب وكل شيء، مطالب شرعيه، مطالبه بالتجديد، ومعناها طلبنا حتى بالتجديد بنفس المنحه لكن ما وزاره التربيه. احنا سي عبد الوهاب معطر جانا وزير التكوين والتشغيل باش يعطينا حلول للتشغيل. يا اخي ما رعنا الا انه نهار 11 جانفي يهبط منشور اللي هو فيه ينحي فيه اليات التشغيل. مانيش عارف انا نطرح سؤال على السيد الوزير، هل انه جاء باش يشغل
أو أنه جاي باش يعمق أزمة البطالة. في أجواء احتفالية حضرها عدد من الوجوه السياسية والإعلامية، قامت السفارة الأمريكية بتونس بنقل مباشر لفعاليات تنصيب الرئيس باراك أوباما على رأس الولايات المتحدة الأمريكية رئيسا لولاية ثانية. هذه التظاهرة كانت فرصة لبحث العلاقات بين تونس وأمريكا على مستوى شامل. رفيق الفجاري، أمين بن يونس. بمناسبة إعادة تنصيب الرئيس باراك أوباما بعد فوزه في دورة ثانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، قامت السفارة الأمريكية بتونس بنقل مباشر لفعاليات الاحتفال، وذلك بحضور عدد من الصحفيين ونخبة من رجال السياسة. أتوقع المزيد من التحسن في علاقتنا بتونس. الرئيس أوباما من أشد المؤيدين للثورة، ونحن نقدم دعمنا الدائم للشعب التونسي في مساره الانتقالي نحو الديمقراطية، وهو ما يمثل لنا أولوية خلال السنتين الماضيتين، وأنا واثق أن هذا سيتواصل مع الدورة الثانية للرئيس أوباما. الاحتفالات كانت مناسبة للقاءات والمشاورات بين الطرفين التونسي والأمريكي، خاصة بعد حادثة السفارة الأمريكية في سبتمبر من العام الماضي. شتوقعوا من أمريكا؟ هي بلاد شقيقة، اللي صار نشهر الفارطة هوني في المكان هذا مش في المستوى على الأقل متاع تونس وصورة تونس في الخارج. نتمنى كل علاقة متاع صداقة ومتاع تعاون ما بين زوز بلدان مستقلة في مصلحة زوز بلدان. علاقات ما بين الدول تتبنى على مدة سنين، معنا عشرات السنين وتراكمات، يعني مش هزة من الهزات هي باش تضعضع ولا تزعزع العلاقات الوتيدة. وهي العلاقات في نفس الوقت مبنية بالطبع على علاقات شخصية، لأنه الإدارة دي ولينا نعرفوها، ولات عنا علاقات مع بعض المسؤولين واللي يرتاحونا ويعطوا فينا الثقة، واقتنعوا اللي احنا حقيقة ماشيين في مسار ديمقراطي، يعني وهذا شيء هام جدا. احنا اليوم داخلين في علاقة يلزمها تكون وتيدة مبنية على الاحترام المتبادل وعلى استقلالية القرار. وللإشارة، فإن كلا الطرفين التونسي والأمريكي يحاولان باستمرار المحافظة على متانة العلاقات السياسية من أجل خدمة العلاقات الاقتصادية. من الأخبار الوطنية إلى الأخبار العالمية، حيث بدأ حوالي 5.6 مليون إسرائيلي اليوم التصويت لانتخابات أعضاء الكنيسة 120 في انتخابات تشريعية يتوقع أن يفوز فيها رئيس الوزراء المنتهي ولايته بنيامين نتنياهو. ريم زغدود بابيتي. يواصل الإسرائيليون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي من المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع فيها في الساعة 8 مساء، ويأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الفوز فيها والبقاء في الحكم لفترة ثالثة. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز تحالف نتنياهو اليميني ولكن بأغلبية برلمانية أقل من ذي قبل. قتل 16 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 50 في 3 تفجيرات بمناطق متفرقة في بغداد، من بينها تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش للجيش. هذا وقتل 5 مدنيين وجرح 12 آخرين في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة في حي الشعلة شمالي بغداد والذي تقطنه غالبية شيعية. تمكنت القوات الفرنسية والمالية من دخول مدينة ديابالي الاستراتيجية والواقعة على بعد 360 كيلومترا شمالي غرب باماكو، وصرح وزير الدفاع الفرنسي أن هدف القوات المشتركة هو تحرير شمال مالي من قبضة الإسلاميين والقضاء على جيوب المقاومة. وفور دخول ديابالي شرعت القوات الفرنسية والمالية بالقيام بعمليات رمشيط واسعة النطاق بهدف تعزيز مواقعها والسيطرة كليا على هذه المدينة الاستراتيجية. انتهت نشرتنا لهذا اليوم، لم يبقى لي إلا أن أذكركم بأهم عناوين ما ورد فيها. الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي يؤكد أن نسبة نجاح إضراب الأساتذة قد بلغت 95%. وقفة احتجاجية لأصحاب المساحات الخاصة أمام السفارة الليبية بتونس. وزارة الصحة العمومية تطلق صيحة فزع بعد تزايد استقالات الأطباء.
ومن أخبارنا العالمية، بنيامين نتنياهو يحث الناس الدين على الإجراء إجاء أفواههم. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، بقية مشاهدة ممتعة لبرامج قناة حنا بعض. تصبحون على خير.